خلينا نشوف يا حقيش. حبايب قبل ما يبتدي الفيديو بدي اذكركم بالضغط على سبسكرايب والاشتراك بالقناه وتفعيل جرس التنبيهات، ويا ريت نوصل هذا الفيديو ل 40,000 لايك. وهلا بقولكم مشاهده ممتعه. امبارحة وين كنت؟ لا شكله الموضوع متطور كثير وما راح يمشي حال الكذبه. مين كنت؟ صارت البلاي ستيشن عم بلعب مع رفقاتي. اي لا ساده من ناحيه اني مصدقتك ومصدقتك. احكي صدقك، كنت صارت البلاي ستيشن ولا كنت بالكافيه مع رفقاتك و وانت بلا اشترى رفيق؟ انا قصدي مين وعليك قصدي شو يعني ما فهمت. بلوستك يلي كنت ببيعها فيها وجيت دحشتها لخساني على اساس انا ما راح اعرف مو؟ بحسب الخبرة هذا معسل تفاحتين. لا وصلت لهون لهون وصلت والله ما كنت عم بشرب انا هذا الفئة الحقير او بالزيك. ايوه وبصارت البلاي ستيشن فيه. لا والله كنت صارت البلاي ستيشن. ما هو صارت البلاي ستيشن فيه اراجيل فيه دخان فيه اندومي وفيه شو بدك انا عم بكر ما الله صحي وشك بالرحمن بقى. ماشي بس انا رح اعرف ودير بالك على حالك. تحت المراقبة انت، تحت المراقبة. وهي على المصيبة كنا رايحين ناكل كنادر. هي علينا امي بدك تضلي تطلعي فيني هيك؟ قلت لك والله ما انا اللي كنت عم بارجل والله. لا من ناحية اني مصدقتك ومكترة. ما رأت هالمرة يا حقير. مصدقتيني؟ وكيف صار هيك؟ ما انت كنت مصممة ومقتنعة ومية بالمية اني انا كنت عم بشرب. لا بس عندي بخبرتي اتأكدت وبس اتأكد معناها تمام. نعم وشلون اتأكدتي بالله؟ شو هاللغز هاد؟ شلون عرفت قلت لي؟ ولك انت غبي، انت غبي يخرب بيتك من حالك. كنت روحتني بشربة مي. امي شاكة فيني متأكدة مليون بالمية انه انا كنت عم بقرقي مع اني انا ما كنت عم بقرقي. ولك شبك بتضل محمود شبك. ايه يا موزة ولك امبارح شميت ريحة بلوزتي ومصممة اني كنت عم بقرقي ما عم بتقتنع. طلع مين عم يحكي؟ قرقيلي انت اذا بتشرب مي باردة بتدوخ. مهضوم لحظة شو بدي اقول لك؟ ما رح اسكر هالحقيش. انا اللي سكرت بالاول. وهي هي قصة. عرفت بقى شو صدقتها؟ ما بتخطر على بال ابليس. اقسم بالله. يا ملعوني قصدي يا برافو حبيبي انا مو حي الله. انا مثال للام السورية الاصيلة. راحت فيها. يلا امي انا رايح بدك شي؟ امي؟ الو؟ نزل القاطع سلام. أصدقائي بعد ما تنتهوا من مشاهدة هذا الفيديو روحوا على قناتي الثانية واحضروا سكتش الجديد اللي نزل كمان سكتش كوميدي. رح أترككم رابط الفيديو بأول تعليق مثبت بقناتي الثانية. كلياتكم روحوا احضروا واشتركوا بالقناة. وعلى فكرة بدي أشوفكم كلياتكم هنيك. وهلأ كملوا هذا الفيديو. سلام قولا من رب الرحيم. ايش في امي؟ ولو انت بني ادم انت ولو انت بني ادم بس بدي افهم لما نزلت من البيت بلشت لك مكيف شغال وعلى السخن كمان قاعدين لك على بنك نحن تضيع مصاري بس طول بالك امي طول بالك. انا اصلا شغلته قبل ما انزل بخمس دقائق يعني ما صار له زمان صح الله يعني بالله شو؟ لو شايفني مبروكه ولا سايحني بخطي وعم بمسح بكمي قلت لي شغلته قبل ما تنزل بخمس دقائق. ماشي مكيف ايه ما تشغله؟ المكيف شغله الساعة واحدة بالليل. المكيف شغلته الساعة واحدة بالليل 31 دقيقة و 17 ثانية يعني صار له شغال 10 ساعات وعم يحضر يا حيوان. لا اله الا الله. بس سؤال بدي اعرف انا منين عرفتي انت كل هاد؟ مخاوية انت شي؟ لا ماني مخاوية بس انا مثال للام السورية الاصيلة. أكثر من مرة الموضوع صار أوفر يعني الصراحة. إذا قلنا 75 ده ليديش
ما شاء الله كان بقى لمبه بالبيت ما لحم شغلها. سؤال بس، بقى لمبه دي ولا لمبه في دور الساعه ناقص والبيت ما لحم شغله؟ لا امي، كم لمبه، كم لمبه بس. كنت عم افكر افتح بس مباشره على قناه يوتيوب الثانيه، بس بعدين لغيت الموضوع. ما تكلم، كلهم مصروفي انا حدفع. يعني هاي الكهرباء الله، مين راح يدفع الفاتوره؟ فهمني، بدك تدفعيني فاتوره الكهرباء لي؟ بما انك عامل لي حالك حاتم الطي ومصروفك، سجل لي على ايدك لكن 200 ليره اول لمبه دير، 200 ليره اللمبه دير الثاني، صاروا 400 ليره. عندك لمبه الغرفه 150 ليره، 150 ليره لمبه غرفه، وهي الدوالة جنب راسك حاجتها 100 ليره، هي صاروا كلياتهم 600 ليره. شو كمان يا عم عبادة حتى ما تنسي؟ شو كمان؟ ها؟ صح؟ الشوفاج تدفئة مركزية؟ كنت نسيان انت انا. وعندك تدفئة مركزية 600 درهم، صاروا كلياتهم 1200 درهم، بدي تصل لعندي كل اخر شهر، وإذا ما وصلوا أنا بعرف شو أجيبهم بطريقتي. أمي والله حرام عليك، بدك تدفعيني كل هذا ليه؟ وعم تعيط وتتفاجئ وما نعيش بك كمان؟ بسيطة، وهي 200 ليرة كمان قلة أدب ورد بيوتش أمه، عقوق والدين، عقوق. حقير وقليل أدب، خليك على حساب، قضيتها ما بتتأخر. يا ربي دخيلك، وين راح الريموت؟ لك والله الله كان هون. وين الريموت؟ بده يختفي يعني؟ بقي مكان ما دورت فيه أنا. أمي شفتي الريموت؟ شي ريموت تبع البلازما شفتي؟ شي هي هي على نفس القصة. وإذا جيت أنا هلا وجبت لك إياه أمي كرمال الله، لا طلعيني إجي طالع لك إياه بعرف إيشو هالمواضيع كلياتها. تعي طلعيني إياه خلينا نشوفه. صبرني يا رب صبرني، استعنى على الشقة بالله. الله بلش لي بقصة الأمهات، أخلو لك يا أنا. رجع عزي أنت وتسمعني صوتك منوب. طالعيني أمي تفضلي، خليك بحالك أنت ما تفهم حكي. إيش عم بصير هون؟ طلع بالذوق يا ريموت عبالة. شو هاد؟ ليكو طلع عميان ما عم تشوفه؟ لا لحظة شوي، الموضوع خرج عن السيطرة. انت امي جننتيني ما اختلفنا، بس انه شلون هي؟ شلون هي؟ لا لهالدرجة واكثر. لحظة لحظة، قلبي ما مطمن. خدوج عم تحفظ ولا فاتحة التليفون؟ قلت اعوذ برب الفلق. عم تحفظي؟ بسم الله ما شاء الله. اول مرة احساسي بيغلط. مستحيل في شي غلط. ماشي ماشي.